نور اهلا وسهلا بك. هلا حياك الله. شكرا لحضورك. هلا حياك. احنا واحنا نرتب الحلقه تفاجئنا انه في معقبه. فعلا. يعني اليوم يمكن فيه قرارات كثير تنصر المراه وتنتصر لها. ولكن انت بديتي في فتره كانت صعبه. فعلا عام 1430. اي. صعب يعني يا قاضي يطرد يا جهه تقول احنا ما نستقبل سيدات يا انت اكثر من معنى. اول شيء كيف جتك الفكره؟ هل هي بالصدفه ولا انت كان عندك الرغبه؟ وأول ما بديتي إيش أول عمل؟ بعدين كيف تطورتي؟ والآن إيش وضعك الحالي؟ طبعاً أنا جت الفكرة كان عندي بزنس مطعم وكان محل جوالات. كنت أجهل في كثير من الأنظمة من ناحية العمالة من ناحية التراخيص. كنت أراجع أنا بنفسي، فكان أرسل الوكيل الشرعي. أيامها كان الملك عبد الله الله يرحمه صدر إن المرأة هي تكون وكيلة نفسها، إن ما تعمل وكالة لأحد، ممكن هي تراجع في الدوائر الحكومية. أنا استغليت النقطة هذه وحسيتها أنها فرصة. فتحت مكتب، كان أيام برضو فتح المجالات اللي هو المقاولات، فتح مكاتب عقارية. جيت أنا واقترحت أني أفتح مكتب خدمات، مع أنه كان حكر للرجال، بس أنا اعتبرتها فرصة، لأنه أنا حسيت أنه أي مرأة محتاجة أن أحد يخدمها بهالمجال، بجهلها كثير بالأنظمة. أنا حسب خبرتي قلت خلني أساعد بنات جنسي مهما كان. وين كان مطعمك؟ بالخبر. في الخبر. أي. وبعدين انطلقتي، كيف كانت ردة الفعل؟ وش العمليات اللي انجزتيها؟ كيف تفاعلت معك الشركات، الجهات، السيدات؟ في البداية أول سنة كنت أعاني. الدوائر الحكومية كانت تقول لي أرسل وكيل شرعي. قلت إذا تبون أرسل وكيل شرعي أنا بنفسي ما أحتاج وكيل شرعي، أو افتحوا أقسام نسائية. كان في بعض الدوائر الحكومية ما فيها أقسام نسائية. فكنت أطالب إنه افتحوا أقسام نسائية. يعني مع الوقت الحمد لله فتح الأقسام النسائية. لقيتها فرصة. نعم. وظفت المواقع اللي ما أقدر أدخلها، وظفت معقبين خليتهم هم يروحون. ممتاز. والمواقع اللي أنا أقدر أدخلها لا، صرت أنا اللي أخلص. طيب، إذن أنت طرقت التعقيب من عشان المطعم. الحين أيهم يكسبك، المطعم ولا المكتب؟ لا، المكتب. المكتب. أيه؟ والمطعم راح فيها؟ لا، المطعم خسرت بسبب جهلي كثير في الأنظمة. خسرت عمالة راحت اشتكتني، سببت لي مشاكل في وزارة العمل. طيب، راح أرجع لك نورة، قصتك مهمة جدا، ولكن